الفرقة ابتدت سنة 99 تقريبا، عدى عليها مراحل تكوين كتير. يعني هو 99 ابتدت الفكرة، وسنة 2005 اخدت الشكل اللي هي عليه دلوقتي. اسم صحرا اخترناه لسببين، ان هو احنا في بنلعب راي، ففي تراك للشاب خالد بنحبه كلنا اسمه صحرا بتاع شاب خالد، وغير كده احنا كنا عايزين حاجه نعمل حاجه مرتبطه بالطبيعه بتاعت مصر او شمال افريقيا، يعني بما فيهم مصر، يعني الصحراء الغربيه والصحراء عموما، طبيعه الصحراء يعني. بس فقلنا ان ده اسم يعني حتى لو في اجانب او حاجه ينطقوه بسهوله ويبقى مميز في ودنهم. يعني انا كتير بنلعب مع بعض، فمبقاش في مجهود يحصل في ان احنا نطلع الاغاني. بنعمل بروفات في حاله ان احنا مثلا بنطلع تراك جديد، او عايزين في اغنيه مش عجبانا بنعيد توزيعها، انما في العادي بنعمل تقريبا يعني بروف او بروفتين في الشهر. يعني النهارده هنقدم، عاملين اعاده توزيع، بنعيدنا توزيع اغنيه بتاعتنا اسمها نار، يعني اتمنى ان الناس تعجبهم في الجديد، يعني في التوزيع الجديد. الراي دي مزيكا بتتلعب في الجزائر وانتشرت اكتر في فرنسا، بتتلعب برضو في المغرب وتونس ساعات يعني، واحنا هنا في مصر الناس بتحبها جدا واحنا بنحبها وبنلعبها من زمان، وهم الصحراء نفسها بيلعبوها من قبل انا ما اغني معاهم، وانا بلعبها لوحدي من قبل ما ابقى مع صحراء، لان انا بحس ان النوع ده من الموسيقى هو النوع من الموسيقى اللي هو الشامل المزيكا المودرن بكل انواعها، ان كانت جاز، ان كانت بلوز، ان كانت روك، ان كان وعليها غنى شرقي، والمواضيع اللي بيتكلموا فيها مواضيع بتبقى جريئه شويه عن المواضيع العاطفيه بتاعتنا، زائد ان احنا عندنا اغاني اوريجينال بتاعتنا. احنا كنا عملنا سي دي حوالي من سنتين ونص اسمه باسكيولا. السي دي فيه مجموعه اغاني وقطع موسيقيه. احنا النهارده هنلعب السي دي كله كامل، زائد شويه اغاني كافرز راي لشاب خالد وحاجات كده يعني. يا من هواه وعزه وادلني، كيف السبيل الى وصالك دلني، وصلتني حتى ملكت حشاشة.